اسمعوا كده. اهو احمد السقا لو سمع الحتة دي هيركب الحصان بتاعه، لو عطر فيك هيفشخك. ازيكم يا جماعه؟ النهارده حلقه جديده في السفلر رياكشن على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمل له رياكشن هو فيلم رامبو لاست بلود. ده الجزء الاخير من سلسله رامبو اللي نزلت. اخر فيلم كان نزل من سلسله رامبو كان 2008، والسلسله اصلا بتاعت رامبو بدات سنه 1982، واحده من احلى سلاسل افلام الاكشن على مر التاريخ. انا عن نفسي انا بحب اجزاء رامبو جدا، بس الجزء الوحيد اللي ما عجبنيش هو كان الجزء الثالث لما كان راح فيتنام. ده كان الجزء الوحيد اللي ما عجبنيش بصراحه، انما الاجزاء الثانيه كلها عجبتني. حتى اخر جزء اللي كان نزل سنه 2008 كان حلو. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. Lived in a world of death. I've watched people I've loved die. Some fast with a bullet. Some not enough left to bury. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. All these years I've kept my secrets. But the time has come to face my past. And if it comes looking for me, they will welcome death. I want revenge. Ride till I can't no more. اوكي يا جماعة، التريلر جامد فشخ. التريلر بجد حلو جدا. حتى بعد اخر جزء اللي كان نزل تقريبا من 11 سنة، من 2008 زي ما قلنا، بس برضو لسه سلسلة رامبو يعني لسه يعني في الاكشن بتاع زمان، ولسه في يعني سيلفستر ستالوني لسه زي ما هو. سيلفستر ستالوني كالعادة طبعا رهيب. يعني انا شايف من وجهة نظري ان الفيلم ده هيبقى حلو. انا يعني انا حتى شفت التريلر بتاع ترمينيتر الجديد، انا ما عجبنيش خالص، والحمد لله انا ما عملتوش تريلر رياكشن لان انا مش من محبين سلسلة ترمينيتر. احلى ترمينيتر شفته كان الجزء الاول وكان الجزء الثاني. الجزء الثاني كان الافضل على الاطلاق في كل سلسلة الفيلم ترمينيتر. بعد كده بصراحة الفيلم ابتدى بعد كده يعني يبقى عامل كده، يعني ابتدى الفيلم ينزل كده بالطريقه. يعني فيلم ترمينيتر لحد ما وصل للجزء الاخير اللي هينزل السنه دي، ده انا من وجهه نظري شايفه هيبقى جزء فاشل جدا يعني، وما اعتقدش ان هو هينجح يعني، ولا هينجح جماهيريا ولا هينجح في شباك تذاكر يعني. بس رامبو حاسه هيبقى حلو بصراحه، شكله هيبقى فيه اكشن جامد يعني. ما اعتقدش هيجيب المبلغ او مش هيجيب الرقم الوهمي يعني على شباك التذاكر، بس ممكن ينجح على الحروكروك بصراحه يعني، ممكن ينجح على الحروكروك على كده يعني. ما اعتقدش يعني الفيلم ده ممكن يزيد عن يعني الربح بتاعه، ما اعتقدش ان هو ممكن يعدي ال 50 مليون مثلا. ما اعتقدش يعني، صعبه شويه. 50 60 مليون هيبقى صعبه شويه ان هو يعدي الربح ده يعني. البطوله طبعا لسيلفستر ستالوني زي ما عارفين، واللي بتشاركوا معاه في البطوله واحده اسمها باز فيجا. باز فيجا دي اللي كانت عملت فيلم سبانجلش
مع ادم ساندلر. مخرج الفيلم هو ادريان جرامبيج. ادريان جرامبيج ده الفيلم الوحيد اللي كان اخرجه هو كان فيلم جاد جرينجو بتاع ميل جيبسون اللي كان اتعمل سنة 2012. ده الفيلم الوحيد اللي هو اخرجه، وده تاني فيلم ليه هيخرجه. موعد عرض الفيلم هيبقى 20 سبتمبر ان شاء الله، هينزل السنة دي. وانا نسبة ترقبي للفيلم ده 8 من 10 كمان محبين يعني رامبو. بس ما عنديش اي حاجة تانية اقوله على التريلر. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.